على الكونسي رايكم لي راف ماغور بعيد على السياسة. مجموعة من الشركات البريطانية تاخذ قرار منح الموظفين عطلة طلاق لحماية صحتهم النفسية. يقول لك كيما لوديسي كيما الوفاة متاع القريب كيما المرض كيما الطلاق يلزموا العطلة، والعطلة تنجم تخلط حتى لثلاثة أشهر. راف ماغور الاعداد عايزيدون ما سمعناش كصوت الحلو من قبيله. لا الحلو خاطر توا امور معناتها عسكر وكذا دونك ما نجيبك ما ندخلش. لا والله اللي قعدت نسمعكم يا رفيق عشرة خاطر تلاقي شحال عجبنيك؟ لا عجبتني انت رفيق والحق نتاع ربي برشا مساجات ورانا باش نخفوا معاك مانيش باش نسيبوك تهنى معناتها امور اللي تحب هذيك الكل. والله عشرة رفيق خاطر تلاقي صعيب والمراه حياتها باش تتقلب والراجل حياته باش تتقلب دونك هذه الدوله اللي خمت في المواطنين نتاعها برا يرحم والديهم خاطر بريتو واحد تخاف من تجربه الطلاق لا قدر الله يفشل زواجك نهار اخر واحد لازال خطب لا قدر الله لا قدر الله كل هو راهو تلاق رفيق ساعات توصل لمرحله لازم واحد باش يطلق ما كانش تولي مرج وكذا باقي تلاق مش باه انا نقول علاش تغذي ميمتي لا قدر الله كان طلق باش تبدا تقول لك اغزل ولدي ونرجع لدار امي اللوقه هذيك على امي انا اما انا نطلق ولا نورمال ما عندوش قلب راحتي انا نحب راحتي يا رفيق ما واحد ما يظلمش نهار اخر ولكن التعليق هذاك هي تحيه لصديقنا مهدي بن عمر مديرنا في الديوان يقول لي برافو الراف انت دونك اخترت الناصر مثلا لانه كفء وعنده الولاء على صحيح الكفاءة والولاء نقول له لا غلط اسمع الريبونس مهدي الناصر اختارني مش انا اللي اخترت لا برافو عليك انا كراش منا حطيتكم رسراس تعاركوا وحدكم لا ما نجمش نتعاركوا معاه ما حد كان يغلط نعديوا له مساج غطيوا له التعليق فيه تاثير سلبي كوسوا على الطرفين ولا على طرف من الطرفين فهمت دونك ما ثمش كان عطله مرض حتى الطلاق زاد عنده تاثير دونك يولي عنده تاثير سلبي على المهنه على كذا فهمتني تعرف تقري تخدم بنكيش على التفاديك ما عادش تحبوا تفلكوا كمان تشوكيت وقت اللي توفى بابا الله يرحمه انه الموظفين عندهم ثلاث ايام عطله كي واحد يموت بوه ولا امه شويه برشا معناها فضيحه معناها ما تخلطش تطلع الاوراق طلع الأوراق ما يلزم الدفن بتاع العبد العزيز عليك وباش تقف وتعمل له فرق ما تخلطش ثلاث ايام بعد ترجع تشوف هذا شو كنت نقول لك انا عم تعمل حاجه علاش ما تعملهاش علاش الدول حتى باش تمشي تدبر خدمه يوريوك كيفاش تدبر خدمه احنا هذه التفسير ما ثماش انا ضد رفيق المبدا اصلا اللي يقول لازمك تفصل حياتك الشخصيه بحياتك العمليه يا اخي انت روبو معناها ماشي تخدم معناها لازمك انت تعمل بوتون تسكر المشاكل نتاعك وتسكر اوكي تخدم مش معناها باش تقف الدنيا تخدم وتعطي مش مطلوب منك انك باش تكون في العمل نتاعك زعما انت فرحان وشيق وما عندك حتى شيء زعما راك لازمك تفصل حياتك الشخصيه بالمهنيه ما فماش منها انا انسانه معناها مانيش روبو عندي مشاعر عندي احاسيس نجم تكون عندي مشاكلي دونك باش نجي متقلقه شوي مطلوب مني اني نضحك ساعتين من زمان ولكن كي نخرج هذا موجه ليك راهو موجه ليك حسيتها ساعتين من زمان صحيت زيد ولا اجى الصباح اضحك وجيب لي دخله جديده اش هي الدخله عبر صباحي نهاركم زين بدل اش باش نبدل مش معقول اذا كان عجز لك اليوم الكرونيكور واذا عجز الانيماتور مشكله اذا عجز الكرونيكور على انه يبدل فالحل انه يتبدل صحيح. هو على كرونيكوريت بالباله اللي عندك فهمت المعلومه رفيق وصابلك معه وصابلك فهمت المعلومه والله نحكي بالحق هذه مش حتى مانيش نحكي بالله انا العبره اللي نخرج بها انه الناس هذوما يفون اتونسيون بالحق الجانب النفسي نتاع الموظفين والله قالت لك معناها لحظه انه عبدي طلق يدخل في ديبريسيون ويدخل هي هو فشل كلكو بار هذا بالعالم تقريبا مش لازم ديبريسيون ولكن كوميم حتى اللي يبدا لوج طلاق وقعد وحارب باش يتخلص من المشاكل هذيك كي يخلط لك اللحظه هذيك فما كيما يزمك تعمل الدوي نتاعك كيما كي يموت لك عبد ولا كذا نفسيا ما ينجمش يكون قادر باش يعطي 100% انه ياخو عطله صغيره باش يرتاح فيها تحيه للمسؤولين على خاطر هو العمل هو اللي يخليك تنسى المشاكل انت اليوم دخلت في حاله نفسيه باش تقعد مسكر على روحك في الدار ليه بالحق هو العمل هو اللي يخليك
تخرج وتبعد على المشاكل. هاي قعدت في الدار طلقت وقعدت في الدار. هو كي يعطيك كوجي مش تقعد في الدار باش تمشي تخويا ميت في اوتيل ميزون دو تخرج مع اصحابك مع شي ولي عندك كونترانت نتاع قوم بكري سهرت في الليل مصبح ماكش في فور ما تقوم مخر على روحك كان مش معناها تسكر على باب وتقعد هو الانزواء حتى كي تخرج وباش تخرج ماشي مع اصحابك هو باش تخرج للعالم الخارجي كل موضوع تناقش فيه على خاطر موقف نتكلم ولا ما نتكلمش وقت. لا لا فاصل ونرجع صار له مشكل كبير ايبورتون مع تداوم في مجلس النواب وكذا انت محافظ على امور وحاضر كل يوم شكرا لك مقدات فاصل ونواصل